بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. من يومين قلت لحضراتكم شهادات البنك الاهلي المصري مش هتكون اخر شهادات ممكن نشوفها، وبعد بيان التضخم هنشوف شهادات اعلى واعلى، شهادات بعائد شهري وشهادات بعائد سنوي، وهنشوف شهادات تانيه كتيره جدا، وهيبدا سباق البنوك. وبالفعل ده حصل النهارده. النهارده تم اصدار شهاده جديده بعائد 28%، ولكن مش نهايه المده ولا كل سنه ولا اي شيء. 28% بعائد شهري، يعني اقدر احط فلوسي واخد عائد شهري 28%. طبعا احنا اعلى حاجة عندنا، ما هو انا لما اجي اقارن شهادة شهرية اقارنها بشهادة شهرية عشان اشوف هي اعلى من شهادات البنك الاهلي ولا لا. شهادات البنك الاهلي وبنك مصر الوحيدة اللي موجودة شهرية دلوقتي هي اللي كانت 19%، رفعوا عليها اسعار الفايدة بقت 21.5%، دي اللي شهرية. واللي زيها تاني شهرية الشهادة اللي كان تم إصدارها 23.5% عائد شهري، 27% عائد سنوي. لأ، أنا هقول لحضرتك دلوقتي على شهادة تم إصدارها النهاردة فقط من ساعات قليلة جدا بعائد 28% ولكن عائد شهري. هنحسب مع بعض كمان ونشوف كام أقدر آخد من 100,000 جنيه، لكل 100,000 جنيه آخد كام هنا على الشهادة الجديدة من أي بنك موجودة. الحد الأدنى ليها كمان بسيط جدا بصراحة، شهادة محترمة جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف إيه الحكاية، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. طبعا كلنا عارفين ان البنك المركزي رفع اسعار الفايده 600 نقطه اساس او 6%، ده كان كفيل انه يغير قواعد الـ يعني اسعار الفايده على كل الاوعيه الادخاريه اللي موجوده في كل البنوك. ولجان الخصوم والاصول اجتمعت في معظم البنوك وبدات تغير كتير جدا في الشهادات. الشهادات دي كانت شهادات موجوده اصلا في البنك ده. البنك ده هو ايه؟ هو بنك الكويت الوطني. الشهادات دي كانت موجوده عنده اصلا، وهي شهادات ثلاثيه وشهادات خماسيه. الشهادة الثلاثية أكيد مدة مش كويسة خالص، ولكن هنا الفايدة الوحيدة أنه بيديني شهادة 28% بعائد شهري. يعني إيه؟ يعني حضرتك هتحط ال 100,000 جنيه تاخد عليهم 28% بصورة شهرية، عائد شهري. طيب أنا مش فاهم، لو معايا 100,000 جنيه أعمل إيه؟ لو معايا 100,000 جنيه هيديني عائد سنوي 28%. والكلمة دي بتلخبط الناس كتير جدا، لما تقول له عائد سنوي بصورة شهرية يقول لك أنا مش فاهم، يعني هاخد سنوي ولا شهري؟ لا، حضرتك هتاخد عائد شهري، ولكن إحنا بنقول عليه عائد سنوي بدورية صرف شهرية، يعني كل شهر هروح أجيب العائد بتاعي، هصرف 12 مرة في السنة. العائد ده لو حضرتك معاك 100,000 جنيه هنضربهم في 28% يطلع 28,000 جنيه، نقسمهم على دورية الصرف اللي هي 12 مرة في السنة أو 12 مرة أيوة شهري، يطلع 2333 جنيه. دي مش دورية الصرف الوحيدة للشهادة، الشهادة كمان بتدي لحضرتك دورية صرف ربع سنوي، يعني كل 3 شهور، يعني 4 مرات في السنة. بيدي لحضرتك هنا 28.25، يعني 28 وربع. برضو هضرب ال 100,000 جنيه في 28 وربع، اللي هيطلع لي 28.25 او 28,250 جنيه. هبدأ اقسمهم على 4 مرات وهاخد العائد 4 مرات في السنة. الحد الادنى لشراء الشهادة هو 1,000 جنيه ومضاعفات ال 1,000 جنيه دي، وده بيخليها ميسرة لعدد كبير من الناس. الاقتراض عليها بقيمة 90% والاسترداد بحسب جدول البنك، ولكن حضرتك تقدر تسترد الشهادة فقط بعد 6 شهور. في هنا معلومة لازم حضرتك تكون عارفها، الشهادة دي شهادة متغيرة مش شهادة متدرجة، يعني شهادة البنك الأهلي شهادة متدرجة 22/18/16، ولكن هو حب يرفع عليها أسعار الفايدة، ولكن ده خلاه لما رفع اسعار الفايده الناس اللي كان متعاقد على الشهاده، لو الموضوع ده يجي في بال حضراتكم، ال 19% اللي بقت 21%، ال 22/18/16 اللي بقت 26/22/18 دي، او الرفع ده بالنسبه للعملاء الجدد، يعني الناس اللي لسه هتشتري الشهادات الجديده من بعد اصدار العائد الجديد. اما الناس اللي لسه معاها الشهادات من قبل كده احنا لسه على قديمه، زي ما احنا هناخد نفس المبلغ في نفس المده بنفس دوريه الصرف بكل شيء. هنا بقى الموضوع متغير تماما. هنا الشهادات دي متغيره، اللي في بنك الكويت الوطني دي شهاده ماشيه مع قرارات البنك المركزي او اجتماعات لجنه السياسات في البنك المركزي. يعني الناس اللي كانت معاها الشهادات الثلاثيه دي الشهر اللي فات، الشهر اللي جاي هيبدأ ياخد بالعائد اللي أنا قلته دلوقتي، كانت 22% تم رفع العائد عليها والفايدة عليها 6%، يعني حضرتك هتاخد
بدورية الصرف دي هي هياها، ولكن هتاخد 28% من الشهر القادم. ساعات بيكون ميزة وساعات بيكون عيب في الشهادات المتغيرة، في ناس بتحبها وناس مش بتفضلها، ولكن القرار في الآخر بيرجع لحضرتك. أما بالنسبة لموضوع إنه يخفض عليها أسعار الفايدة، مش شايفين بقالنا سنوات إنه البنك المركزي بيخفض خالص أسعار الفايدة في أي اجتماع، ولا استثنائي ولا عادي، لأنه بيتماشى مع نسب التضخم، وإحنا شايفين نسب التضخم بتنفلت زي ما حضراتكم شايفين. اما حضرتك في الاخر بتحب شهاده متغيره او ثابته، في القرار بيرجع لحضرتك. العائد موجود ثابت ومتغير ربع سنوي وشهري، وكل الشهادات بصراحه احنا في فتره فيها كميه شهادات متنوعه بصوره مش طبيعيه. ولو حضراتكم حبيتوا ترجعوا للحلقه الماضيه تقدروا تعرفوا ايه افضل شهاده واكسب شهاده ممكن الجا ليها، سواء انا بحتاج للعائد الشهري او العائد السنوي، ده موجود في الشهاده الماضيه او في الحلقه الماضيه. طيب هل البنك ده عمل الشهادة دي بس؟ لا، عمل شهادة تانية الحقيقة، شهادة خماسية يعني 5 سنوات، العائد عليها برضو شهري. هو الاوبشن هنا ان العوائد شهرية، عائد شهري هو عائد سنوي برضو بدورية صرف شهرية. وانا فهمت حضراتكم ده يعني ايه، 27.5% الدورية الاولى دورية صرف شهرية مش سنوية، يعني مش سنوي زي البنك الاهلي 27% زي البنك الاهلي، ولا 30% زي البنك الاهلي بصورة سنوية. هقدر اخد عائد ثابت كل شهر 27.5%. الدورية التانية ربع سنوية أو كل 3 شهور 27.75%. الدورية التالتة هنا وهي نص سنوي كل 6 شهور، يعني بتصرف مرتين في العام 28%، يعني كل 100,000 جنيه هياخدوا 28,000 جنيه. 28,000 جنيه هيتقسموا على مرتين، هقدر ياخد كل 6 شهور 14,000 جنيه. منتهى البساطة، كل 6 شهور هقدر احصل على نص العائد، نص ال 28% اللي هم ال 14%. الشهاده برضو متغيره مش ثابته، باكد على حضراتكم الموضوع ده كتير جدا عشان خاطر حضرتك ولا تتعب نفسك ولا تروح للبنك ولا اي شيء. حضرتك بتحب الشهاده العائد المتغير اوكي، مش بتحب الشهاده العائد المتغير خلاص تبقى حضرتك عارف، يعني مفيش خبايا للشهاده، عادي جدا تقدر تقترض على الشهاده بقيمه 90%، وتقدر تستردها برضو بعد 6 شهور. هتقول لي دلوقتي هل الشهادات دي افضل ولا شهادات البنك الاهلي وبنك مصر؟ انا عن نفسي ما بفضلش الشهاده العائد المتغير، بحب الشهاده تكون ثابته وواضحه قدامي، ولا حتى العائد المتدرج. يعني انا عندي شهاده 19.5% اللي رفع عليها اسعار الفايده بقت 21% مده ال3 سنوات، افضل من الشهاده ال 22 18 16. عندي شهاده ال 23.5% عائد ثابت مده سنه واحده افضل من الاستثمار طويل الاجل. ممكن حضرتك او حضرتك تكون شايفين انه الشهادات دي افضل بالنسبة ليكم، ممكن تكون عميل للبنك ده، لكن لو جيت قارنتها بشهادات البنك الاهلي دي ليها مزايا ودي ليها مزايا، دي ليها عيوب ودي ليها عيوب. كل شيء بيكون بحسب احتياجات العميل، مش كلنا احتياجاتنا واحدة ولا ظروفنا واحدة، ولا كلنا محتاجين للفلوس في وقت واحد، ولا معانا فلوس مركونة، ولا معانا فلوس هنحتاجها بعد كام شهر. كل واحد وليه متطلباته، ولكن انا بدوري لما بيظهر اي منتج جديد بمجرد ما بيتم الاعلان عنه دوري انه اقول حضرتك وابلغ حضرتك. لما بيكون في حاجه خلاص واضحه زي وضوح الشمس بتكون هي دي الافضل على الاطلاق بقولها لحضراتكم بالظبط زي الحلقه الماضيه، لكن هنا الموضوع بيختلف بحسب ظروف العميل. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده. بنتظر من حضراتكم لو استفدتم معلومة واحدة، يا ريت ما تنسوش ضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، في امان الله.